أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله مولانا العظيم، وبلغ رسوله المصطفى الكريم، ونحن على ما قال مولانا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهلنا أنت أن تحمد، وأهلنا أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم يا قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، ورحيمهما ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا وارحم والدينا، وارحم مشائخنا، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحمنا وارحم والدينا، وارحم من تعلق بنا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم أنزل السماء عليهم مدرارا، وأسكنهم في جنات وأنهارا، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل أول هذا الشهر رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وكل من تعلق بنا من النار. اللهم لا تحرمنا أجر ليلة القدر، اللهم لا تحرمنا أجر ليلة القدر، ولا تحرمنا يا مولانا فضل العشر الأواخر من رمضان. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين. اللهم إنك أمرتنا فتركنا، وارتكبنا فلا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا. اللهم اعف عنا، اللهم خذ بأيدينا إلى طريقك وإلى جناتك يا رب العالمين. ربنا
إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو زلة لسان برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وقائدنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم يوم القيامة اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن واحشرنا يا مولانا في زمرة الحبيب المصطفى خير الأنام. اللهم ارزقنا من يد المصطفى الحبيب من يده المطهرة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا شفاعته وارزقنا مجالسة. اللهم ارزقنا شفاعته وارزقنا مجالسته. اللهم ربنا هذا الدعاء ومنك إجابة قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم فهذا الدعاء ومنك إجابة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين ظلموا واغفر لنا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك تعلم أمراضنا فاشفها وتعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم حاجاتنا فقاضها وتعلم أعداءنا فاللهم قنا شرهم. اللهم أخرجنا من بين أيديهم سالمين غانمين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم ارفع عنا هذا البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إننا في هذا الشهر المبارك الكريم قد حرمنا صلاة التراويح في بيتك الكريم فاللهم عجل لنا برفع هذا البلاء والوباء يا رب العالمين. إلهنا ويا سيدنا ويا مولانا هذا ذلنا ضايع
خير بين يديك وحالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فارتكبنا ونهيتنا فارتكبنا فلا يسعنا إلا عفوك. اللهم اعف عنا، اللهم ارفع قدرنا ومقدارنا في أعلى عليين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين، اللهم رد بهم إلى دينك مردا جميلا. اللهم اجعل هذا الوطن آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ملك البلاد، اللهم أيده بتأييدك وانصره بنصرك. اللهم كن له وليا ونصيرا ومدعينا وظهيرا. اللهم خذ بيده إلى طريقك، اللهم كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بهذا الوطن سوءا فاجعل كيده في نحره، فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه، وأشغله بنفسه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا وسيدنا وإلهنا، هذا جهد التكالى وهذا جهد الضعفاء، وقد وقفنا بباب الغني، فاللهم استجب دعاءنا، فاللهم استجب دعاءنا، فاللهم استجب دعاءنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.